أبو إبراهيم يقول فضيلة الشيخ: كيف يدعو الإنسان ولا يستجاب له والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم؟ لأن عنده مانع من القبول، عند العبد مانع من القبول. الدعاء لا بد مع زوال الموانع الإجابة، إذا كان هناك مانع من القبول فإنه لا ينفع، مثل الذي يأكل الحرام تغذى بالحرام لا يستجاب له دعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. من شروط قبول الدعاء أكل الحلال تغذي به، ومن شروطه التوحيد والإخلاص، أدعو الله مخلصين له الدين. أما إذا دعا الله ودعا معه غيره دعاؤه باطل مردود، وهو شرك بالله عز وجل. فلا بد من الإخلاص في الدعاء، الإخلاص في النية والقصد. وكذلك لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو على أحد بغير حق، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد نهى الله جل وعلا عن الاعتداء في الدعاء. نعم.